يا اهلا وسهلا فيكم من جديد. اذكركم بهاشتاج البرنامج اللي حاب يتواصل معنا في تويتر، وايضا اللي حاب يتواصل معنا ويقول سؤاله رايه مداخلته من خلال تسجيل مقطع فيديو وارساله على الرقم الظاهر امامكم على الشاشه في تطبيق الواتساب، الرقم 0570 11 0. اجد ترحيب بضيوفي، معي في جده الكابتن سلطان اللحياني، ومعي من الخبر الاستاذ محمد الشيخ. أجرى نادي الاتحاد بقيادة الهولندي كات تدريبا اعتياديا مساء اليوم بعد إلغاء فكرة المعسكر المزمع إقامته في المنطقة الشرقية. المعسكر كان مفترض أن يبدأ اليوم وحتى مواجهة الاتفاق يوم الأحد القادم في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن قرار تأجيل الجولة 11 و12 بسبب مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24 أجل فكرة معسكر الاتحاد لتلك الفترة. الزميل ناصر القحطاني تواجد اليوم في نادي الاتحاد والتقى برئيس النادي أنمار الحايلي. برحب فيكم واشكركم على الحضور. مثل ما انتم شفتم قدمنا دعوات كمجلس اداره نادي الاتحاد لاعلاميين نادي الاتحاد لاطلاعهم على الفتره المستقبليه في كيفيه العمل في نادي الاتحاد. اللهم لك الحمد والشكر، شفنا اليوم اسماء وقامات اعلاميه كبيره، اتقدم له بالشكر الجزير جميعهم على الحضور، ومشكورين بعد قدموا اعتذاراتهم عن بعض الحضور بسبب ارتباطاتهم الشخصيه، ولكن نادي الاتحاد كما يعلم الجميع انه نادي مفتوح للجميع ومتواصلين معهم بشكل دائم، واحببنا ان نكون او نكون هذه الصوره بشكل عملي. في البدايه من المستحيل ان اقيم عمل المدرب الان، نحن فكرنا ودرسنا وتم المشاوره بعض الكباتن السابقين كمثال الكابتن محمد نور والكابتن حمد المنتشري والكابتن محمد سويد والكابتن عبد الله فوال وبعض من المحبين نادي الاتحاد في المشاورة على طريقة اختيار الجهاز الفني. كان هذا المدرب هو الأقرب لظروفنا حاليا لتولي زمام أمور الفريق الأول بنادي الاتحاد، وتم الاتفاق والإجماع عليه ووفقنا كمجلس إدارة ولله الحمد بالتعاقد معه، مما لا شك فيه دعم سمو سيدي ولي العهد وسمو الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، كان واضح وصريح في مؤتمر الدعم الشهير الاستراتيجي 2.5 مليار لدعم الرياضة السعودية، مبلغ مغري تجعل أي إدارة تعمل. كان الموضوع واضح وشفاف وبسيط، أنتم كمجلس إدارة إذا تعملون بشكل وتفعلون جميع الرياضات وجميع الفعاليات للنادي ستكافؤون، إن لم تعملون ستتحملون نتائج عملكم. كل هذه المميزات كل هذه المغريات جعلتنا نثابر في العمل، ومثل ما انتم شفتم كان العرض يعني شافي ووافي لطريقه عملنا في الفتره القادمه. نحن الان نملك مدرسه وهي ترعاها مجموعه فقيه، ولله الحمد تم تخصيص مبلغ وقدره 10 مليون من قبل الهيئه العامه للرياضه بخصوص تطوير منشآت النادي، وذلك ما احنا عملنا عليه. اليوم مثل ما انتم شفتوا في العرض كانت الطريقة على طريقة الملاعب كيف بتكون، كيف طريقة المباني بتكون، التطبيق اللي الآن بتعلنه إدارة الإدارة العامة للاستثمار الخاصة بنادي الاتحاد الخاص بـ بـ بالأكاديمية، بالاطلاع على اللاعب، بكيفية غذائه، بإشراف الوالدين عليه بطريقة خروجه ودخوله عن طريق هذا التطبيق، وحببنا نضع الجميع في الصورة. أكيد مما لا شك فيه الأستاذ نواف مقيرن أبو ناصر عزيز وغالي، وللأمانة اليوم كان فيه تواصل شخصي منه وكان صراحة أسعدني بذا التواصل ويطمن على النادي مشكورا. مثل ما أنت شفت كنت حابب أوضح للجماهير الاتحادية والإعلام الاتحادي ما قام به بهذا الرئيس من تطوير لمنشآت النادي، فرقت بشكل كبير معنا ومع اللاعبين وتواكب الرؤية وتواكب التطلعات القادمة لنادي الاتحاد وجماهيره. في الجزء الثاني من حديث الأستاذ أنمار الحايلي سأله الزميل ناصر القحطاني، بالأمس اجتمعتم مع رئيس الهيئة الأمير عبد العزيز بن تركي، ما الذي دار في هذا الاجتماع؟ نعم تغير، كان الاجتماع واضح وصريح، المنتخب فوق الجميع، المنتخب إنجازه جميع رؤساء الأندية وإدارات الأندية شركاء فيه، النجاح إن شاء الله بيكون للجميع، لابد التعاون. كان في معسكر كان المفروض أنه يقام ولكن تم إلغائه، وذلك لمصلحة الوطن والوطن أولا. هل راح يكون في معسكر بعد الجولة القادمة؟ يعني هل بيتضرر فريق نادي الاتحاد أنت تكون في معسكر فترة توقف، تلعب مباراة بعدين توقف آخر؟ أنا أتكلم بصفة عامة،
في ضرر بالنسبة لكم ولا لا؟ ممكن تعالجون الشيء هذا معسكر ومباريات ودية. الاجتماع كان واضح وهو لمحاولة تقليص أو تخفيض الضرر على جميع الأندية. حيكون في اجتماع، حيكون في إن شاء الله معسكر في خلال فترة التوقف، حيكون إن شاء الله برنامج الزمني قاعدين نعد له تقريبا حيكون خلال 10 أيام للوقوف على الفريق الأول بشكل كبير. ومثل ما أرجع أقول لك، أولا الوطن أولا، بعد ذلك إن شاء الله بعد المشاركة حنفكر إن شاء الله بالفريق. كما تعرف الاتحاد مادة دسمة، حور التصريح وفهم بشكل خاطئ وادعي عليه في كلام غير صحيح. الإعلام الاتحادي إعلام شريف وإعلام نزيه، ونحن نحفظ له ونكفل له قلمه، ولا يمكن لأي شخص من الأشخاص يتعدى على هذا النادي أو على كيانه أو على إعلامه. هذا أمر غير مقبول تماما، بالعكس فهمت وجهة النظر وأغلبهم كانت واضحة لهم. لا يمكن لأي شخص بأي حال من الأحوال أن يسيء للإعلام الاتحادي. من فترة طويلة وبنادي الاتحاد أنا متأكد جميع الإدارات السابقة كانت تبحث عن هذا الطموح، ولكن بحكم العمل اللي حصل في السنين الماضية وما كان في إدارة مستقرة أو مستمرة، فما كان اللاعبين يقدموا بشكل كبير للمنتخب لأن ما كانت الاستقطابات على فترات طويلة. اللهم لك الحمد، هذا بعد فضل الله عز وجل مجهودات أخواني اللاعبين والتزاماتهم. للأمانة الآن معانا جيل محافظ كالأجيال السابقة، بيحاول يحافظ على نفسه، عندنا منسقين غذائيين يحاولون يحافظون حتى على مستوياتهم بشكل كبير. وهذا الشيء إن شاء الله بإذن الله نطمح أنه نكون فريق إضافة إلى فريق للمنتخب بإذن الله تعالى عن طريق نادي الاتحاد وجميع أندية الوطن.